توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي. مرضت أمه في الليلة مرضا شديدا. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية، لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي. فانتظر شروق الشمس في الصباح. فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطرق ما أجر أكثر من 99 تجربة. ظل يحاول إلى النجاح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي. أن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى اجتهاد والصبر.